تعلمت مع السكر إنه لازم أكل أكل صحي، وهذا الكلام مو بس للسكريين، هذا للجميع حتى اللي ما فيهم سكر، لأنه لازم يأكلون أكل صحي عشان يحافظون على سكرهم على صحتهم. عشان السكر في الدم راح يكون زعلان لأنه أكلنا فاسفود كثير، أكلنا حلويات كثير، وما سوينا رياضة، يكون زعلان. ولازم نهتم بصحتنا وسكرنا، بس إذا اهتمينا بسكرنا واهتمينا بصحتنا راح يكون السكر سعيد. ومو لازم كل يوم ناكل فاست فود فاست فود، لازم نتعلم إن ناكل أكل صحي. وعندي جملة دائما أحب أقولها، بالاعتدال ليس بالحرمان. مثلا اليوم أكلت آيس كريم، ما يصلح على طول أروح بعدين أكل شوكولاتة، لا، لازم أخصص يوم لكل شيء.